اهلا بيكم. قبل ما تشوفوا الفيديو عايز افكركم انكم تعملوا سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي تخص مادة الانجليزي والفرنساوي، وكمان تضغطوا على زر الاعجاب وتكتبوا تعليقاتكم اسفل الفيديو. يلا نشوف الفيديو. أعزائي كل طلبة وطالبات الثانوية العامة الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات شرح قواعد مادة اللغة الفرنسية. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض قواعد الدرس الثالث من الوحدة الأولى. وفيها هنتكلم عن verb être، verb être يعني فعل يكون، وكمان هنتكلم عن تأنيث الصفات. نبدأ بverb être. verb être يعني يكون، وهو فعل هام جدا وكثير الاستخدام في اللغة الفرنسية. فعل être يعني يكون من أفعال المجموعة الثالثة، من أفعال المجموعة الثالثة، وهي مجموعة شاذة في تصريفها. وإليكم تصريف verb être. لو جاء verb être مع je أنا يتغير شكله فيصبح suis، فأقول je suis أنا أكون. لو جاء verb être مع tu يتغير شكله ويصبح A، فأقول tu A أنت تكون، tu A، وباللهجة السريعة tu A. ولو جاء verb être مع الضمير il أو elle أو on يتغير شكله إلى A A. تذكر أن حرف الإس لا ينطق، A لا أقول است. ولو جاء verb être مع الضمير نو يحول إلى صم، فأقول نو صم. ولو جاء verb être مع الضمير فو يحول إلى ات، فأقول vous êtes، vous êtes أنتم تكونوا. ولو جاء verb être مع الضمير il avec s أو elle avec s يحول إلى sont، sont، فأقول ils sont، elles sont. يستخدم في حالتين، يستخدم عند الكلام عن الأسماء وعند الوصف. طيب نشرح النقطة الأولى. يستخدم عند الكلام عن الأسماء. ما هي الأسماء أولا؟ الأسماء نوعين، اسم عام واسم علم. اسم عام واسم علم. ما هو الاسم العام؟ الاسم العام اللي مش بيدل على إنسان بعينه أو شيء بعينه، فمثلا أقول صديق، من هو الصديق؟ غير معروف. إذن كلمة صديق اسم عام. مثال آخر، كلمة كتاب، أي كتاب أقصد؟ غير معروف. إذن كلمة كتاب هي اسم عام. أما الاسم الخاص فهو الاسم الذي يدل على شخص أو شيء بعينه، فمثلا أقول القاهرة، الإسكندرية، عادل، سمير. كل هذه الأسماء أسماء تخص بشر أو أشياء بعينها. نرجع لاستخدام فعل être عند الحديث عن الأسماء. نعطي مثال، vous êtes des amis du basket، vous êtes des amis du basket، أنتم تكونوا أصدقاء في لعبة الباسكت. ده سؤال. هنا verb être جاء مصرف مع الضمير فو، وجاء بعد verb être اسم عام، وهو كلمة
دي زامي. مثال آخر: جو سوي ميشيل. جو سوي ميشيل، أنا أكون ميشيل. أنا هنا استخدمت فيرب être مصرف مع الضمير جو، وجاء بعده اسم علم وهو ميشيل. وأيضا فيرب être يستخدم للوصف عشان توصف شيء معين. فمثلا تقول la mer est sympa. La mer est sympa. الأم تكون رقيقة. هنا أنا استخدمت verb être مصرف مع كلمة la mer يعني الأم، وجاء بعد verb être كلمة sympa وهي صفة تصف الأم. إذن يستخدم verb être للوصف. ودلوقتي هيتعرض على الشاشة مجموعة من الأسئلة على verb être، أتمنى تحلوها في تعليقات أسفل الفيديو. أما الجزء الثاني من الفيديو النهاردة هنتكلم فيه عن تأنيث الصفات. خد بالك وركز معايا كويس جدا. كنا نقول في اللغة الإنجليزية أن الصفات لا تؤنث. إزاي؟ أذكر لك مثال. كلمة good، good يعني جيد في اللغة الإنجليزية، فنقول good man رجل جيد، good woman امرأة جيدة، good boy ولد جيد، good girl بنت جيدة. كلمة good هي الصفة ولم تتغير مع كل الموصوفين، مع كل الناس اللي أنا وصفتهم. أما بالنسبة في اللغة الفرنسية الموضوع مختلف. الصفات يمكن أن تؤنث، يعني يوجد صفة مذكر ويوجد صفة مؤنث. طيب إزاي أحول الصفة من مذكر إلى مؤنث؟ عندنا ثلاث طرق. الطريقة الأولى لو كانت الصفة لا تنتهي بحرف أ في نهايتها، نضيف إليها حرف أ. فمثلا أقول intelligent. intelligent يعني ذكي. طب أنا عايز أقول ذكية، intelligent، إضافة حرف أ. مثال تاني intéressant. intéressant يعني مسلي أو شيق. طب أنا عايز أقول مسلية أو شيقة، انتريسونت. انتريسونت بإضافة حرف أ في نهاية الصفة. مثال آخر كلمة بافار. بافار، بافار يعني ثرثار أو رغاي يعني كثير الكلام. طب أنا عايز أقول ثرثارة أو رغاية أو كثيرة الكلام، هعمل إيه؟ أيوة، هضيف حرف أ في نهاية الصفة فتصبح بافارد. بافارد ده بالنسبة للطريقة الأولى. الطريقة الثانية لتأنيث الصفة هي إن لو الصفة كانت بتنتهي بحرف أ لا أضيف حرف أ للتأنيث. تاني، لو كانت الصفة بتنتهي بحرف أ أصلا لا أضيف عليها حرف أ آخر. أعطي لك مثال. كلمة تيميد. تيميد يعني خجول وبتنتهي بحرف أ. لو أنا عايز أقول خجولة أقول تيميد، برضو نفس النطق ونفس الكتابة، لم يحدث أي تغيير. ليه؟ لأن الكلمة أصلا بتنتهي بحرف أ. أدي لك مثال تاني. كلمة رومانتيك. رومانتيك، رومانتيك يعني رومانسي. طب أنا عايز أقول رومانسية، رومانتيك، نفس النطق ونفس الكتابة، لم يحدث أي تغيير. ليه؟ علشان كلمة رومانتيك بتنتهي بحرف أ أصلا. طيب الطريقة الثالثة لتأنيث الصفة، وهي إذا كانت الصفة تنتهي بحرف أ وعليه accent aigu، نضيف إليها
حرف إيه للتأنيث في نهايتها؟ أقول تاني، لو كانت الصفة تنتهي بحرف إيه وعليه أكسون تيجو، نضيف إليها حرف إيه للتأنيث. أعطيلك مثال، كلمة أوردوني. أوردوني، كلمة أوردوني يعني منظم وبتنتهي بحرف إيه وعليه أكسون تيجو. طب أنا عايز أقول منظمة، أضيف على الصفة حرف إيه للتأنيث فتصير أوردوني في المذكر، أوردوني في المؤنث أوردوني، نفس النطق ولكن الكتابة اختلفت بإضافة إيه للتأنيث. مثال آخر، ديزوردوني. ديزوردوني، كلمة ديزوردوني يعني غير منظم، أوردوني يعني منظم، ديزوردوني يعني غير منظم. طيب لو عايز أقول غير منظمة هتبقى إزاي؟ ديزوردوني برضو نفس النطق ولكن الكتابة في المؤنث اختلفت بإضافة حرف إيه في نهاية الكلمة. يبقى مراجعة سريعة، كيف يتم تأنيث الصفة؟ بثلاث طرق. الطريقة الأولى بإضافة إيه للتأنيث. الطريقة الثانية، لو كانت الصفة تنتهي بإيه لا يتم إضافة إيه للتأنيث ويكتفى بها كما هي في المذكر مثل المؤنث. أما الطريقة الثالثة فهي أنه لو كانت الصفة تنتهي بحرف إيه وعليه أكسون تيجو يتم إضافة حرف إيه آخر للتأنيث. وهيتعرض على الشاشة قدام حضرتك دلوقتي مجموعة من التدريبات، ياريت تحلها معايا ونتشارك مع بعض وتكتب لي الإجابات في تعليقات أسفل الفيديو وأنا هصحح كل الإجابات بنفسي. وبكده نكون انتهينا من الفيديو بتاع النهاردة، أتمنى يكون عجبكم وأتمنى يا رب النجاح لكل الطلبة والطالبات، وأشوفكم على خير إن شاء الله مع الفيديو القادم. شكرا وإلى اللقاء. أفضح. أتمنى يكون الفيديو عجبكم وأتمنى كمان إنكم تعملوا 3 أشياء مهمة جدا. 1 لايك للفيديو، 2 كومنت للفيديو، 3 شير للفيديو. عندي أمل إننا نعمل شير للفيديو 100 مرة، وكل اللي هيعمل لايك أو كومنت أو شير للفيديو سواء على اليوتيوب أو الفيسبوك هيكون ليهم عندي هدية حلوة جدا. شكرا وأشوفكم في الفيديو القادم. أغفع. خلي بالك معايا، النهاردة هنتكلم عن وصف الأشخاص. وصف الأشخاص، إنك تقول السمات الشخصية بتاعتهم. طب إيه هي السمات الشخصية؟ إنك تقول على شخص إن هو مثلا خجول، إنك تقول على شخص إن هو متوتر أو بيتنرفز بسرعة، إنك تقول على شخص إن هو ذكي. يبقى أنت كده بتعمل إيه؟ بتوصف الشخصية. السمات الشخصية بتاعتنا اسمها le caractère. اول ما تشوف كلمة le caractère تعرف ان دي السمات الشخصية، انك تقول فلان يكون ذكي، فلان يكون مبتسم، فلان يكون اجتماعي، فلان يكون خجول، وهكذا. ناخد امثلة، ممكن اقول il est تيميد. تيميد طبعا يعني خجول، هو يكون خجول. انا كده وصفته، وصفته يعني جبت السمة الشخصية بتاعته او الصفة الواضحة الرئيسية اللي اي حد يشوفها. طيب ممكن اقول تاني il est nerveux، هو يكون متوتر بيتنرفز. il est nerveux. ممكن اقول il est
intelligent. Il est intelligent. يعني هو يكون ذكي. طيب احنا كده بنتكلم بالمذكر. طب لو بالمؤنث هنقول ازاي؟ هنقول هي تكون كذا كذا. ال ايه مثلا لو عايز اقول هي خجولة، الي تيميد، هي تكون خجولة. اوكي يا شباب. طيب هنواجه مشكلة مع الصفات دي، لان في صفات، او المفروض يعني ان الصفات بتتحول من المذكر للمؤنث، من المذكر للمؤنث. طيب خدنا زمان انك لما تأنث صفة تزود لها حرف ا. طيب كلمة تميد اساسا اخرها حرف ا، فهتبقى كما هي عند التأنيث. طب تعال بقى ناخد امثلة على كلمة مثلا انتليجون. المثال التالت ده انتليجون، هنقول هي تكون ذكية، هنزود حرف اي عند كلمة انتليجون، فتبقى الجملة ال اي انتليجونت. جونت زودت حرف اي في نهاية الصفة علشان انا بتكلم عن مؤنث. طيب هل في صفات ما بتنتهيش بحرف ا وتبقى مؤنث برضو؟ كلمات زي نرفو، كلمات شاذة عند التأنيث. خلي بالك كلمة نرفو تحول في النفي، سوري، تحول في التأنيث إلى نرفوز. نرفوز، تعال شوف كده. ال اي نرفز. يبقى مذكر نرفو، مؤنث نرفوز. نعيد الجزئية دي تاني، احنا بنوصف الشخص، بنقول السمة الشخصية، او بنقول لو كاركتير، سافر لو كاركتير اللي هي السمة الشخصية، بنقول ان فلان يكون ذكي، فلان يكون مثلا متوتر، زي الامثلة اللي قلناها دلوقتي هقراها تاني. إلي تيميد، إلي نرفو، إلي انتليجون، إلي تيميد مؤنث، إلي نرفوز إنها متوترة، إلي انتليجونت إنها ذكية. تمام يا شباب؟ طيب إحنا كده وصفنا الصفات، أو اتكلمنا عن الصفات اللي مش مادية، يعني اللي هي ما بتتمسكش بالإيد، ما بتتشافش بالعين. يعني مثلا محدش يمسك الخجل، محدش يمسك النرفزة، ولا حد يمسك الذكاء، دي حاجات مش مادية تتمسك. إنما لما نتكلم عن الصفات بقى إيه؟ المادية، الجسم بتاع البني آدم. تعالى نوصف الجسم بتاع البني آدم، نقول إن هو كبير أو صغير، ذكي أو غبي، لونه مثلا أسمر أو لونه أبيض. يبقى احنا كده بنوصف الصفات، او بنتكلم عن الصفات البدنية. تعالى نوصف مع بعض، بس خلي بالك هناخد الصفة بالمذكر وبالمؤنث، بالمذكر وبالمؤنث. طيب مثلا كلمة زي بتي، بتي يعني صغير، حد صغير كده. طب عايز اقول صغيرة، ازود لها حرف ال للتأنيث، تبقى بتيت. طيب كلمة تاني زي جران، جران، جران يعني كبير أو طويل. طب عايز أخليها كبيرة أو طويلة، تبقى إيه؟ جروند، جروند، آخرها حرف إ. كلمة تاني زي كلمة بران، بران، إيه بران دي؟ بران اللي هي قمحي اللون، أو أسمر، لونه قمحي. طب عايز اقول قمحيه او سمراء، ازود لها برضو حرف اي، حرف اي، تبقى بغان، بتزود حرف الان تنطقه كويس، كبغان. تمام يا شباب؟ يبقى احنا كده عندنا صفات مذكر لما تحولها لمؤنث تزود لها حرف اي للتأنيث. ناخد كلمه كمان، بلون. ايه بلون ده؟ بلون اللي هي اشقر. طب عايز تخليها شقراء،
بلوند، زود لها حرف أ عند التأنيث. طيب في بقى صفات تاني أخرها حرف أ، يوجد صفات أخرها حرف أ في المذكر فتبقى كما هي عند التأنيث. مثال كلمة مانس، ايه مانس دي؟ مانس اللي هي رفيع، رفيع. طب رفيعة مانس برضو نفس النطق نفس الكتاب، واخدين بالكم؟ طيب كلمة تاني زي غابيد، ها بيد، غابيد يعني سريع. طب عايز اقول سريعة غابيد، هي هي نفس النطق نفس الكتاب. تمام يا شباب؟ يبقى الصفات اللي آخرها حرف إ تبقى كما هي عند التأنيث. طيب في صفات بقى آخرها حرف إ عليها أكسون. الصفات اللي آخرها حرف إ عليها أكسون بنزود لها حرف إ تاني عشان تبقى مؤنث، واخدين بالكم؟ ناخد مثال يوضح. مسكلي، مس أهي، يعني إيه مسكلي؟ مشكلي يعني مفتول العضلات، مفتول العضلات. طب انا عايز اقول انها مفتولة العضلات، واحدة بتلعب كمال اجسام كده وعضلات جامدة وحديد، يبقى اسمها ايه؟ مشكلي اخرها حرف ايه تأنيث، تبقى كده مشكلي اهو زي ما هو مكتوب قدامك على السبورة، هي نفس النطق مشكلي مشكلي، ولكن الكتابة اختلفت، زودنا هنا حرف ايه للتأنيث. طيب في بقى صفات تبقى كما هي عند التأنيث، اوعى تقول لي خدناها مسيو اللي هي الصفات اللي اخرها حرف ايه، لا مش قصدي على دي. صفات تبقى كما هي عند التأنيث زي كلمة ماهون، ايه ناخد خط ماهون، ايه ماهون ده؟ ماهون يعني بني، طب انا عايز اقول بنية، تبقى كما هي عند التأنيث معهم، تمام؟ بني بنية، معهم معهم. طب كلمة تاني زي شتان، شتان ايه هي؟ شتان شتان، ايه هو الشتان ده اساسا؟ شتا يعني اللون الكستنائي، يعني اللون الكستنائي. اللون ده هو مذكر ومؤنث، هو هو ما بيتغيرش، شتا شتا. طيب يوجد بقى صفات معايا، يوجد صفات شاذة عند التأنيث. يعني ايه شاذة عند التأنيث؟ يعني بغيرها كلها وبغير جزء كبير منها، بغير كذا حرف من الكلمة. ناخد مثال كلمة جرو، جرو اهو في اخر السبورة من هنا عشان الناس اللي بتشوفنا على اليوتيوب، اهو نكتب جرو هنا في اخر السبورة علشان الناس اللي بتشوفنا على اليوتيوب. كلمة جرو يعني تخين او سمين. طب عايز اخليها تخينة او سمينة، اقول ايه؟ هزود اس وازود ا فتبقى جروس زي ما هي مكتوبه كده، اس اس او، يبقى المذكر جرو المؤنث جروس. طب واحده تاني اللي هي غو، غو ايه غو دي؟ اللي هي اصهب. يعني ايه اصهب؟ يعني شخص لونه مائل للاحمر كده، محمر شويه، اصهب. طب عايز اقول المؤنث بتاعها اللي هي صهباء، صهباء دي اللي هي لونها مائل للاحمر، البشره كده مايله للاحمر. الكلمه بقى بالفرنسيه تبقى اسمها ايه؟ غوس، غوس. يبقى غو مذكر، غوس مؤنث. تمام يا شباب؟ والصفات اللي من النوع ده لازم انك تحفظها، مذكر ومؤنث، مذكر ومؤنث، ده هيساعدك وانت بتحل الأسئلة.